بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من في الحلقة الماضية كنا توقفنا عند التمرين رقم 8، لن نكمل بقية التمارين. إذا التمرين 9 أكمل ملء الجدول التالي. إذا عندنا الرأسمال، السعر، الفائدة السنوية، الفائدة بعد 18 شهر. إذا انتبهوا هنا عندنا 18 من شهر. إذا لاحظوا هنا الرأسمال هو 8000 درهم، السعر هو 6.3. كما قلت في الحلقات السابقة دائما نخدم بواحد الجدول بسيط، معطيات نتاع التمرين كيعطيوني شنو غادي ندير. نلاحظوا هنا عندنا الرأسمال هو 8000 درهم، السعر هو 6.3. يعني هاد 6.3% شنو كتعني؟ يعني كل 100 درهم كتزاد فيها 6.3 ديال الدراهم. الرأسمال انا عندي 8000 درهم، ها هو غادي نقلب على الزيادة في هاد 8000 درهم. 100 درهم تزاد فيها 6.3، إذا كانت عندي 200 غادي تزاد 12.6، إذا كانت 300 درهم غادي تزاد. إذا كل مرة كنزيد، إذا هنا عندي 8000 درهم. ندير الطريقة الثلاثية باش نلقى هاد الفائدة السنوية، غادي نضرب السعر في الرأسمال ونقسمو على 100. إذا الفائدة السنوية تساوي السعر في الرأسمال مقسوم على 100 تساوي ماذا؟ السعر هو 6.3 في الرأسمال هو 8000، ثم نقسم على 100. نختزل بواحد جوج أصفار هنا، واحد جوج أصفار هنا، تبقى لي 80 مضروبة في 6.3، 80 مضروبة في 6.3، إذن 0، 3 في 8، 24، 6 في 0، 0، 6 في 8، 48، 3، 4، 10، 5، فاصلة، إذن 504.3. إذن الفائدة السنوية هي 504.3. انتبهوا مزيان، هنا عندي الفائدة السنوية هذه 6.3% في كل سنة، يعني 12 شهر. لاحظوا هنا عندي 18 شهر. غادي نرجعوا لهذا السطر هذا نعمروه من بعد، نمشيو نعمروا هذا عاوتاني. إذا هنا عندي الفائدة السنوية وعندي السعر، غادي نقلب على الرأسمال بنفس الطريقة. غادي نمشي ندير جدول ديالي كما قلت لكم، غادي نشد هنا 100 ونمشي نقلب شحال فيها. يعني كل 100 درهم شحال فيها؟ هنا عندي 4.1%، كل 100 درهم فيها 4.1، ها هي 4.1 نحطها هنا على مرين. إذا شنو هاد 615؟ هي الفائدة السنوية، الفائدة السنوية هي بلاصتها 615، وهذه بلاصتها الرأسمال. من الرأسمال شحال كيساوي؟ الرأسمال يساوي الفائدة السنوية مضروب في 100، الفائدة السنوية في 100 مقسومة على السعر. إذا تساوي الفائدة السنوية هي 615 مضروبة في 100 مقسومة على 4.1. إذا 615 مضروبة في 100 هي 61500، نقسمها على 41، 4.1 ندير 41 ونزيد الصفر هنا باش نحيد الفاصلة. إذا 61 شحال فيها من 41؟ فيها وحدة، 1 × 1 = 1، 1 × 4 = 4، تبقى لي هنا الصفر، تبقى لي هنا 2، نزل 5. 205 شحال فيها من 41؟ غادي تكون تقريبا 5، 5 × 1 = 5، 5 × 4 = 20، 0 0 0 شحال بقى لي من صفر دروك؟ 1 × 2 = 3، 1 × 2 = 3، إذا هي 15000 درهم. إذن الرأسمال هو 15000 درهم، نعم، الرأسمال هنا هو 15000 درهم. الآن عندي الفائدة السنوية وعندي الرأسمال، غادي نقلب على السعر بنفس الطريقة. نجي ندير واحد الجدول ديالي بسيط في الوساخ ديالي باش ما نتلفش. كل 100 درهم شحال يتزاد فيها؟ هو اللي راني نقلب عليه، على داك السعر. إذا هذا اللي ما رانيش عارف، هو اللي نقلب عليه. نمشي الفائدة السنوية، ها هي 1920، الفائدة السنوية ها بلاصتها. ثم هنا الرأسمال، الرأسمال عندي فيه 24000 درهم، 24
ألف درهم. نخرج السعر انطلاقا من هذه الجدول، السعر كيساوي ماذا؟ هذه الفائدة السنوية، ها هي الفائدة السنوية مضروبة في 100 ونقسم على ماذا؟ الرأسمال. نعوض الفائدة السنوية هي 1920 مضروبة في 100 مقسومة على 24000. عندي واحد، عندي جوج أصفار هنا وواحد هنا، عندي ثلاثة الأصفار، نختزل بهذا وهذا وهذا ونختزل بهذا وهذا وهذا، إذا تبقى لي 192 مقسومة على 24. نحسبها، 192 مقسومة على 24 شحال تساوي؟ إذا إذا درتها تعطينا تقريبا، ما هو إذا 192 تعطيني 6، لا 7، 8، إذا تعطيني 8. نشوف 8 في 4 32، 8 في 2 16، 17، 18، 19، إذن هي هذيك تعطيني 8 في 100. إذن السعر هنا هو 8 في 100. الآن باقي للفائدة السنوية الفائدة بعد مرور 18، إذن 18 شهرا. نرجع لواحد القاعدة هنايا في الكتاب، هنا الفائدة لمدة معلومة بالشهور، انا عندي 18 شهر، اذا غادي نشد الراس مال في السعر في عدد الشهور مقسوم على 12%. هذه هي القاعده اللي غادي نستعملوها، الفائده لمده معلومه بالشهور، انا عندي 18 شهر، اذا الفائده لمده 18 شهر تساوي ماذا؟ الراس مال في السعر في عدد الشهور اللي هو 18 عندي انا مقسوم على 12 شهر لعدد الشهور نتاع العام في 100. هذه هي القاعده اللي غادي نستعملها. ونجي لهنا، نرجع للتمرين ديالي، شنو عندنا؟ نجي لهنا، الراس مال هو 8000، اذا نشد 8000 نضربها فاش في السعر اللي هو 6.3 ونضربها في 18 نقسم على 12 في 100. نختزل بواحد جوج اصفار هنا، 18 مقسوم على 12 الا اختزلت هنايا غادي تعطيني، الا قسمت على 6 غادي تعطيني هنا 3 وهنا تعطيني 2، بمعنى شحال يبقى لي؟ نحيد هاد الجوج تبقى لي هنا 40، هذا غير اختزال، هنا تبقى لي 3 في 40 مضروبه في 6.3، 3 في 0 0، 3 في 4 12، إذن 3 مضربة في 40 هي 120، نضربها في 6.3، 3 في 0 0، 3 في 2 6، 3 في 1 3، 6 في 0 0، 6 في 2 12، 6 في 1 6، 1 7، 0 6 5 7، ندير الفاصلة، هي 756 درهم. إذن بعد 18 شهر غادي نلقى 756 درهم. إذن نمر هنا بنفس الطريقة، إذن السعر هنا الرأس مال في السعر في 18 مقسوم على 12 في 100، إذن الرأس مال هو 15000 في السعر 4.1 في 18 قسمة 12 في 100، إذن بنفس الطريقة نختزل، تمشي لي واحد جوج أصفار هنا مع هذه، هذا 18 و 12 نختزل نقسم على 6 تبقى لي هنا 3، غادي نقسمها على 6 تبقى لي هنا 2، 3 مضروبة في 150، إذا 150 مقسومة على 2 تعطيني شحال؟ 150 تعطيني 75، إذا تبقى لي هنا 75، إذا غتبقى لي 75 مضروبة في 3 ونعاود نضربها في 4.1، 3 في 5 15، 3 في 7 21 22، نضربها في 4.1، 5 2 2، 4 في 5 20، 4 في 2 8 9 10، 4 في 2 8 1 9، 5 2 2 9 فاصلة هي 922.5، 922.5. ثم نفس الطريقة هنايا، الرأس مال دائما 24000 نضربو في السعر اللي هو 8، ها هو، ثم في 18 نقسم على 12 في 100، نختزل بواحد جوج أصفار هنا بنفس الطريقة، نقسم على 6 تبقى لي هنا 3، هنا نقسم على 6 تبقى لي 2، 240 مقسومة على 2 هي 120،
نختزل باش نسهل على راسي، تبقى لي 120 في 8 في 3، اذا تبقى لي 120 في 8 0 16، 8 في 1 8 ل 1 9، نعاود نضربها في 3، 3 في 0 0، 3 في 6 18، 3 في 9 27، 28 هي 2880، اذا غتكون 2880. الان نمر للتمرين رقم 10. يبين الجدول اسفل المبلغ المالي المبالغ الماليه التي وضعها ثلاثه اصدقاء في ابناك مختلفه لمده سنه، احسب سعر الفائدة الذي وضع به كل مبلغ، علما أن الفائدة السنوية المترتبة عن كل مبلغ هي 420، يعني الفائدة السنوية ديالهم كاملين هاد البنوك هذا هي 420. يعني نحسب بالنسبة لرشيد شحال هو السعر، يعني ديك النسبة المئوية اللي توضع بها هاد المبلغ. إذا لاحظوا هنا، هنا عندي الفائدة السنوية كاملين عندهم 420، كما قلت دائما جدول صغير نحط هنا 100. شحال هي شحال هو السعر؟ هو اللي رانا نقلب عليه. شحال هو الراس مال نتاع رشيد؟ هو 8400 درهم. شحال هي الزياده نتاع هذا الاخر الفائده السنويه؟ هي 420. نشوف السعر اللي توضع به هذا الاخر، غادي ندير 420 نضربها في 100 مقسومه على 8400، 420 نضرب في 100 مقسوم على 8400، نمشي هذا الصفر مع هذه، هذه مع هذه، تبقى لي 420 مقسوم على 84، 420 مقسوم على 84. ستة خمسة، نعم خمسة، خمسة في أربعة عشرين، خمسة في ثمانية 40، 41، 42، تبقى لي صفر، إذن هو 5%، لأن السعر نتاع رشيد هو 5%. إذا درت واحد الجدول هنايا نزيد السعر الذي وضع به كل مبلغ هو، من هنا عندنا 5%. نفس الشيء يمشي عند حمزة بنفس الطريقة، جدول آخر 100 درهم السعر هو اللي رانا نقلب عليه، الرأس مال ديالو هو 7000 درهم، الزيادة الفائدة السنوية هي 420 دائما، حقاش قالوا لي علما أن الفائدة السنوية المترتبة عن كل مبلغ، يعني كاع هاد المبالغ الفائدة السنوية ديالهم هي 420. نفس الطريقة السعر غادي نلقاه هو 420 في 100 على 7000، 420 مضروبة في 100 مقسومة على 7000، نحيد واحد الصفر هنا واحد الصفر هنا، هذا مع هذا، نحيد واحد الصفر آخر هنا مع هذا، تبقى لي 420 مقسومة على 7، إلا قسمت 42 على 7 هي 6 ونزيد الصفر هي، أو 420 مقسومة على 7 شحال تعطينا؟ 420 مقسومة على 7، 42 على 7 نعم، إذا بالنسبة بنفس الطريقة نمشي بالنسبة عند حمزة، إذا بنفس الطريقة، إذا بنفس الطريقة نحسب السعر الذي وضع به مبلغ حمزة، إذا بنفس الطريقة ناخذ جدول كما العادة، 100 درهم شحال ديال الزيادة هو السعر اللي رانا نقلب عليه. هنا الرأس مال ديال حمزة هو 7000 درهم، وشحال الفائدة السنوية هي 420، إذا السعر هنا غادي يساوي 420 في 100 مقسوم على 7000، 1 2 3 1 2 3 تبقى لي 42 على 7 هي 6%، لأن السعر نتاع حمزة هو 6%. ثم بقي لنا بنفس الطريقة نمشيو عند عبد الرحمن، بنفس الطريقة من هنا تكون 420 في 10 مقسومة على 875 غادي تعطيني 4200 مقسومة على 875، ندير 4، 4 في 5 20، 4 في 7 28 29 30، 4 في 8 32 33 34 35، 0 0 12 ناقص 5 7 0، 700 نزيد الصفر وندير الفصيلة، 7000 شحال فيها من 875، نقدر تقريبا 8 أو 9، 8، 8 في 45، 8 في 7، 56، 60،
8 في 8 64 و6 70 0 0 اذا هي 4.8. اذا السعر تاع عبد الرحمن هو 4.8 في المئة. الى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الى حلقة مقبلة مع بقية التمارين.